السلام عليكم، أتمنى تكونوا مزيانين بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هذا الكوكيز. كيجي مزيون الكوتي وكيجي مزيون حتى تعطيوه للأطفال ديالكم اللي يكونوا ماشيين للمدرسة، حسن ما تشريو لهم هذوك البسكوي اللي كنشريوهم ماشي مزيانين. يعني من الأحسن واحد الحاجة اللي معدلة في الدار كتكون واخا فيها السكر كتكون بالنسبه صحيه على الحاجات اللي كنشوفهم في الزنقه. وغادي نهضر لكم ان شاء الله حتى على الاسرار اللي كاينين بعض الناس اللي ما كيستقولهمش الكوكيز. نتمنى منكم التفاعل، نتمنى تشجعوني باللايكات ديالكم والكومنتاريوز ديالكم. واللي اول مره كيشاهد الفيديو اذا كان عجبكم الفيديو فما تنساوش تشاركوا في القناه بالضغط على ابوني او سبسكريبير او اشتراك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي كنعملو. دابا غنخليكم مع الطريقه والمقادير. دابا غنبداو على بركه الله بالمقادير اللي غادي نحتاجو فيهم 3 الكؤوس من الدقيق، الكاس كيعادل كاس العنبه، عندي نصف كاس من السكر الابيض الخاشن، وعندي نصف كاس من السكر الاسمر. من الاحسن نستعملوه، يعني البديل ديالو ما عرفتش واش غيخرج هو نيت، عمري ما استعملت يعني الكوكيز بلا سكر اسمر. عندي هنايا كاس من الحبيبات هادو الشوكولاته، هذا النوع اللي استعمل شريته من ميركادونا، نستعمل قليل من الفانيليا، كاس من الجوز اختياري وممكن استبداله بالحبيبات الشوكولاته البيضاء. عندي هنايا 200 غرام من الزبده حيوانيه بيضتان، ملعقه صغيره من بيكنج باودر، ملعقه صغيره من بيكربونات الصودا، وعندي ملعقه صغيره من النشا وقبصه من الملح. ودابا غنبداو ان شاء الله بالطريقه اللي غادي نعمل في الدقيق. غادي نضيف عليه الملح، النشا، بيكربونات الصودا والخميره الحلويات او بيكنج باودر، وغادي نخلطهم مع بعضيتهم على هذا الشكل. هذا دابا غادي نشبروا واحد الوياء، غادي نضيفوا فيه الزبده اللي تكون بحراره المطبخ او بحراره الغرفه. اذا كانت عندكم قاصحه نسيتوا ما تجبدوها فحشيوها في الميكرووندا غير واحد شويه درطب غير شويه، يعني ماشي تذوب معانا صافي. وغادي نزيد السكر الابيض والسكر الاسمر، وغادي نحاول نخدم هاد المكونات هادو مزيان مع بعضيتهم. هنايا كيف ما كتشاهدوا معايا ان الزبده واخا بحراره الغرفه البرد بقات قاصحه، فكيف ما قلت لكم غادي نحشيها في الميكرووندس، يعني غير واحد شويه غير درطب تزول هذيك القصوحه باش نقدر نخدم. غنحاول نبقى نخدمها مزيان حتى يدخل لي ديك السكر في الزبده ونحصل على شكل كريمه. ها انتم كتشاهدوا القوام اللي حصلت عليه، يعني القوام كريمي صافي. في هذه الاثناء هذه غادي نضيف دابا بيضتان اللي ذكرت معكم، وغادي نستمر في التحريك عاود حتى ينسجموا لي المكونات مع بعضيتهم مزيان. دابا من بعد ما نسجموا لنا مزيان كيف ما كتشاهدوا معايا، دابا غادي نزيدوا القليل من الفانيليا، وغادي نضيفوا الخليط ضد الدقيق اللي حضرنا من قبل، وغادي نحاولوا عاود نجمعوا العجينه ديالنا حتى يدخل الدقيق في الخليط ونحصلوا على هذا القوام. هذا كيف ما كتشاهدوا معايا الخليط كيف ما شاهدتوا انه ما كيجيش يقاصح فحال العجينه ديال الصابلي اللي كنعملوا. هنايا كيف ما كتشاهدوا معايا الحبيبات الشوكولاته خليت القليل، ضفت الكاس كامل وخليت غير شويه. بالنسبه للقرقع فانا يعني هرسته غير شويه، خليته خاشن كيف ما كتشاهدوا صافي. وغادي نعاود نخلط الخليط ديالي حتى يدخل ديك الشوكولاته والقرقاع او الجوز في هذا الخليط هذا وينسجموا مزيان مع بعضيتهم. من بعد غادي ندخلهم في المبرد لمده نصف ساعه، او ممكن ندخلوه في المجمد لمده 15 دقيقه صافي. هو الخليط من بعد ما جبدته من المبرد كيف ما شاهدتوا معايا ان العجينه قصحت وشبرت فراسه صافي. دابا غادي نبدا نوزن الكويرات ديال الكوكيز باش يجيوني كاملين مقدودين. وكاين اللي كيعدلهم بهذيك يعني ملعقه ديال لاكلاص او ديال لادو بها كيعدلوه، ولكن انا ما متوفرش عندي يعني بالشكل هذاك، فانا غادي نعمل هذه الطريقه هذه انني غادي نبدا نوزنهم. وكل كويره وزنت فيها 40 غرام كيف ما شاهدتوا انني شكلتهم على شكل كوكيز، يعني بسطتهم
وخليتهم بشكل دائري صافي، وضعت وغادي نوضعهم كيف ما شاهدتوا في الصفيحه اللي فرشت فيها ورق الزبده، وغادي نستمر هيدا حتى نكمل الخليط ديالي كامل. بالنسبه للطريقه للطهي ديالهم، ماشي بحال البسكويت العادي، يعني كاين الناس اللي ما كيصدقوش معاهم، علاش؟ لان الطريقه ديال الطهي كيعملوها فحال فحال اي بسكوي او فحال اي حلوه غادي نطيبوها، يعني غادي نحمروها من الاسفل وغنحمروها من الاعلى، ولكن هاد الكوكيز هادو ما كيطيبوش هيدا. كندخلوهم في الفرن على 180 درجه الحراره، وكنعملوا لهم الحراره من الاسفل ومن الاعلى. غيتحمروا لكم من تحت قبل من فوق، صافي غير تشوفوا الاسفل تحمر غادي نخرجوهم، واخا يكون من الفوق باقي ما تحمروا، لان اذا خليتوهم كيطيبوا حتى يتحمروا لنا من فوق ومن تحت، فغادي يجيكم فحال البسكوي العادي، ما غيجيكمش فحال الكوكيز. فانا عملت واحد التجربه، كنت نسيت الوقت ديالهم، لانهم خصهم يطيبوا في 7 دقائق. كيف ما قلتكم غير نشوفوا الاسفل تحمر صافي، ها هما كيرجعوا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا، غادي نخرجوهم. اذا حمرتوهم من الاسفل ومن الاعلى غادي يجيوكم على هذا الشكل هذا، يعني الشكل ديالهم ماشي بحال كوكي، الشكل ديالهم كانه بسكوي عادي، ولكن الصراحه واخا هيداك جاو مزيونين، يعني جا بحال كانه شي بسكوي هشيش ورطاب، ولكن ملي عملت لهم 7 دقائق فقط جاو الشكل ديالهم ولا المنظر ديالهم فحال كوكيز. هنايا باقيين سخونين، هانتوما كيف ما كتشاهدوا باقيين سخونين، غادي نخليهم يبردوا غير واحد شويه، يعني تقريبا واحد 5 دقائق، يعني غير نقدر نهزهم في يدي صافي، تقدروا تتناولوهم، لان حتى سخونين كيجيو مزيونين، يعني المذاق ديالهم كيجي مغاير على ملي كيبردوا تماما. تقدروا قبل ما تتناولوهم تحشيوهم في الفرن يسخنوا واحد شويه، لان كاين اللي كيعجبو كوكيز يكون سخن باش كيجي فحال معلك، وملي كيبرد حتى ملي كيبرد كيجي مزيون كيجي غزال. انا هنايا حتى برد لي تماما، وهنا غنعاود نقسم معكم وحده اخرى، هانتم كتشاهدوا يعني كيجي هشيش كيجي فتي، ماشي النوع اللي كيجي مقرمش، هذا النوع اللي كيجي فتي، كيقولوا له او كيسميوه بنيويورك كوكيز، كيجي غزال صراحه. نتمنىكم تجربوه وتعملوه، يعني كيف ما قلت لكم في الاول الفيديو، للاطفال ديالكم من المدرسه، لان الحاجه ضد الدار كيف ما كنعرفوها ماشي هي الحاجه اللي كنشريوها من المحلات. نتمنى هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم ونال الاستحسان ديالكم، ما تنساونيش باللايكات ديالكم والكومنتاريز ديالكم اللي كيشجعوني اكثر، وبارطاجوا مع العائله ديالكم لتعم الفائده. نتمنى تكونوا شفتوا هذا الفيديو هذا، هذا البريوش بالكريمه اللي سبق لي شاركته معكم في الفيديو السابق، اللي غنخليه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. صراحه جا غزال، جا واحد المذاق فيه كيحمق، وجا مقطن وفتي. نتمنى تكونوا شفتوا الفيديو، اللي باقي ما شافوش غنخليه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. بالنسبه لي اول مره كيشاهد الفيديو، نتمنى هذا الفيديو كان الاعجاب ديالكم، واذا كان عجبكم المحتوى فما تنساوش تشاركوا في القناه بالضغط على ابوني او سبسكريبير او اشتراك، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي كنعملو. ودابا غادي نخليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله. Audio Jungle.